نتلقى هين تدريبات عسكريه للرفاق كتدريبات سياسيه وعسكريه. نتلقى فيهن تدريبات يعني يوميا كمداهمات او كدروس بالايديولوجيا او كدروس عسكريه. اهمها كمان في المجال العسكري طبعا المداهمات والحفاظ مثلا على القوى العسكريه والحفاظ على التقدم دائما الى الجبهات او الى الخطوط الاماميه. بدكم تفوتون بالشكل التالي، ابغاكم تشون من هنا على الصندوق مربع، بدكم تفوتون تفتحون من على الدليل بعد من قدام الباب. الرف الثاني اقتحم.